والله هذا الوقت جدا جميل وهذا المكان على نهر دجلة, خصوصا وقت المغرب, وقت قبل لا تغيب الشمس بقليل. جو لطيف, جو لطيف, وتنعكس هاي الأضوية اللطيفة على صفحة النهر, ومنظر جدا رائع, يعني أجمل حتى من الليل. يعني تخيل الإنسان لو بالإمكان استثمار هاي المنطقة بشكل سياحي أوسع من هذا الاستخدام, تتوفر الزوارق الكثيرة, واحنا شايفين بالعديد من مناطق العالم وخصوصا في مثلا ضفاف البسفور كيف هي الحركة السياحية بوجود المقاهي والكازينوهات والزوارق اللي تنقل السواح والذين يبحثون عن المتعة في مثل هذه الأجواء البديعة. الجو جميل جدا, ووقت الغروب وقت الشفق هذا منظر الزوارق أيضا جدا جميل, هي تجوب نهر دجلة, والجو لطيف, يعني بالإمكان أنه الإنسان يعني يقعد بدون تكييف عدا مبردات الصغيرة اللي بخليها بهذا المقهى, ومثل ما شفنا أنا لابس سترة بهذا الصيف بس عادي. Thank you.